اليوم راح نستضيف موهبة شابة وطاقة بالكلمات والأحرف واختيار الكلمات ومزجها مع بعض ليطلع بأجمل قصيدة. اليوم ضيفنا الشاعر مصطفى. مرحبا يا مصطفى. حياكم الله، وأنا سعيد بتواجدي معاكم بالسنة. أهلا عدينا وسهلا، شلونكم نورتنا. الثالث؟ شلونك مصطفى؟ حياك الله في دول عمرك. نبدأ بقصيدة؟ أي احنا ما عافية. حياكم الله قبل عافية قلت أي لنا بقصيدة. يلا قبل. مو خاف مزود قبل. لا لا استلم. بما أنه قاعد تحكي عن التحرش، نعم، الامرأة العراقية نعم. مظلومة بصورة عامة، نعم، خاصة الأرملة. نعم. بسوق الشرف وقفت أرملة هناك تنطيهم درس للمال قيمة، ببيبان الهلو بس تنطي الأيتام، وهي فوق الحزن تلقاها غيمة، رادت جنطة وأقلام لطفلها، راحت تحكي وي صورة رجلها، وتقلها تقوم بس انت التحلها، جفوفك رايدة القذلة وشعرها، محتاجين ايديك نشم عطرها، أنا مليت أفق ذرعاني بأحلام، ارجع صار اسمك وشم على الجام، اهل عند جهالك لمن يموت تتلقاه ممكن كومة عظام. أيوة. عدنا لي يندفن ينسونا باسبوع، جاو انت دفنتك اول العام، ولحد الان ارشن قبرك بماي، اهل قلب غيرك تعرف اشضام، اسرارك بقلب انضم نرتاح، امانه وطاحت بنص بير الاسلام. سلامتك. الله عليك، صح لسانك. طبعا من خلال قصيدتك تحياتنا لعوائل الشهداء والرحمه والخلود غالية لكل شهداء العراق، دموعهم الغاليه اللي سالت، الرحمه والخلود للكل. طبعا ترى انت بتشي ديما، يعني احنا الجو بلشت القصيده شويه نفرفش الجو بشعرك. احنا لان يا ثامر كل بيت عراقي مفجوع، كل عائله عراقيه هي حاسه هذا الشعور بالفقد. فعلا يا ديما احسنتي. مصطفى، بالبدايه اريد اعرف ايش وقت بلشت الشعر؟ أنا بلشت أنا من 2016 أكتب، بس بديت ب 2019 بشهر الرابع مسابقة انطلقت من عندها. أي مسابقة؟ مسابقة صوت الشعراء. أها. المرحلة الأولى أخذت الأول، والمرحلة الثانية أخذت الثاني. شنو قرأت بالمسابقة؟ قرأت إيش قد تزعل علي وأنت غلطان، قصيدة نسمعها؟ غلطان. نسمعها شوية منها نسمع؟ يلا. حتى نبدي. شايف من شخص هو غلطان هو يزعل. أي هواي عندنا هيك احنا. هو غلطان هو يزعل؟ إيه. شو نسوي هذا نذبحه؟ ايش قد تزعل علي وانت غلطان، وكذب روحه قول يجوز حقه، خايف انهمل وبقانه تانيك لحد ما بالزلف شيبات القى، خريفك هل علي وعيني بستان، وتطيح من الجفن كل ساعه ورقه، ما عاشق فلح وتقله بتشيك على خد الزرعته تريد غرقه، عيد ما عاشق فلح وتقله بتشيك على خد الزرعته تريد غرقه، على خد الزرعته تريد غرقه، جاي تقول له اريد ضحكتك ذيك غرقان، وتريد امطيك شهقه بارد من حضنتك تشبه الموت، جمد دمي ولقيت عظامي زرقه، تجرح وانا اقول لك جرحك الله، وذواقت جروح تزيد صفقه، وينك ما تجيني وتمشي وياي، ولك حتى اللي يموت يريد رفقه، حسره بعيني ظلت شوفتك جاي، ولو شايف قفاك اعتبره ملقه، ساكت بالصور وانا لحاكي، ساكت بالصور بس انا حاكي، ويوم طيفه واقوم حتى شبقه، ما مشتاق اشوفك قلت لك اليوم، ما مشتاق كذا كل اللي حكيته ولا تصدق. الله عليك. الله عليك، الله على حروفك الجميله، وفعلا انه انت طاقه مبدعه بمجال وذائقه شعريه جميله فعلا، يعني انت الموسوعه اللي عندك والخيال عالي جدا، بحيث قدرت تبكينا وتفرحنا وتضحكنا، يعني لعبت بمشاعرنا. فدوه لعمرك. شو مين يجيك هذا الخيال؟ هو هاي موهبه و الهام. انت لازم اي هو نعم. اكيد الهام. جوك انت مصطفى من تكتب القصيده شنو يكون جوك؟ هادئ، جو خضار ورياح و والله ما برد ورياح ومطر صارت له شنو؟ مرات حتى في الشغل يعني يعني حتى اثناء العمل من يخطر شيء على بالك تكتبه. هو اغلب الشعراء ديما، واكيد مصطفى يوافقني الراي، انه اي موقف يصادفهم او اي شيء يخطف ببالهم راسه ثاني يدونه. اي صحيح. مو؟ او بس يعني انت تكتب شيء رؤوس اقلام بعدين ترجع تكمل. مصطفى زين، المفردات اللي بالشعر مين تتلقاها؟ اليوم اكو مفردات صعبه يعني ما موجوده احنا بكلامنا اليومي. من خلال مما يعني صقل وقراءه. نعم اكيد يعني الاطلاع تمرين عليها اكيد. نعم. شيء زين مصطفى، اريد اسالك سؤال. دائما القصائد اللي تكتبها منو اول شخص يسمعها؟ امي. يعني عندها معلومات بالشعر؟
يعني هو احنا نقله شعبي، الشعبي اول ما نجي للدنيا يقرون علينا النعي، هو وزن من اوزان الشعر، يعني هو الشعبي احنا شعب محب للشعر، حتى الاطفال يحبوا الكبار. خلينا نضحك ديما بعد ما غبش تركض قبل لا يغبش الفلاح، غير اوصل وحضنك واقتنع وارتاح، وصلتك من بعد ذاك التعب كله، حضنتك بين يدي ورجفة القذلة، أصابيعك يا حلو أصابيعك يا حلوة تقول لعابات، القمر ياخذ ضوى من رقبتك مرات، كلش حلوة وناعمة وعنودية، ما شايف مثيل الهاي البنية، تريد تبوسني بس تستحي وتخجل، أنا أعرفها كل الزين تدلل، كلش حلوة وحيل صغيرة ولو حاجتني العقل الطيرة، تعاندني شقد عنودية واخجل لو لزمت ايدي، ظلي ترجف واشتم بيها وانا وكلها نموت عليها. الله عليك، هاي الخاطر شو القصيده مصطفى؟ دائما كلك ترافه في دول عمرك اسئله لو لا ديما يعني؟ والله الصراحه اليوم حتى يعني طيب اسئله من عندي مصطفى. نروح على قسم الحب والعاطفه والمعجبات، انت عندك حبيبه سابقا؟ لا حاليا لا. سابقا كانت موجوده؟ اي. والسبب شنو يعني؟ سبب خاص او سبب الشعر والمعجبات والتواصل الاجتماعي؟ لا سبب خاص. اها اي. كتبت على الفراق اكيد؟ كتبت انا محطات مو بس وحده، وانا ذاكرها باكثر من مره. نعم. اي. اول قصيده كتبتها لها شنو كانت؟ وهز ديرتي. يلا اسمع. بلاي واهس عايش بهاي الحياه، ايا واهز دير تلقاله ونساك، احب غيرك حاولت لكن بكيت، ويا كل دمعه جفن طاح بجفاك، لا تشاقيني وعلي يا فرقه هاي، الهوى مخنوق شوكت يشتم هواك، الطير ما يهوى الشجر لو مر عليك، الخاطر الله شبيك اذتني سماك، علميتك علتفك ترمي وتصيد، واسمع الوادم تقلي ها رماك، اخ منك يا قلب كله منديك، تحن بس للعايفة خايب شجاك، ماي تشمر ناسنا اللي يمشي ويروح، وانا حتى عيوني شامرها بقفاك، ماي تشمر ناسنا اللي يمشي ويروح، وانا حتى عيوني شامرها بقفاك، دوم مستعجل تقلي وراح اروح، روح اسبالك صدق اركض وراك، او جابولك شمس خايب عليش، غمض عيونك ترى الجايب عماك، مو حلو ما تسوى ودر وما جوز، تشوفك عيون وتسولف يا حلاك، غيرك وطلع شيطانك عجيب، مو بدايتنا كنت مثل الملاك، مو بدايتنا كنت مثل الملاك. والله فعلا صح. الله عليك. اكثر قصيده حققت لك شهره بمواقع التواصل الاجتماعي شنو كانت؟ اقرا لنا شويه منها. طبعا اليوم ديما راح اتعبك بالقراءه. انا اليوم طامعانه بالموهبه اللي يمتلكها. الاسرار بس من نقرا هو قاريها والعالم يعني. يعني هي. يلا نقراها. قاريها بس لكن برنامجنا يعني حصر حتكون. من عيوني. الاسرار تقول سرك لا تامنه يفضحك البير، المقد الوفلت وقف حارس، لم ضحكك بجنطه وعوف الهموم، وسافر على الفرح سفره مدارس، لا تشكي البشر بس صاحب الليل، ابيض قلبه بس سودا الملابس، لخيول الحزن لا تصير خواف، يغير انشاو اذا صير انت فارس، فرق بين اللي ترس مخزنه اليوم، وفرق لبعينه بس دموع تارس، ولا تقل لي الجرح ما يوجع الغير، ترى انا ويا الجروح سنين دارس، بكف الماي وتدخر زلا تصير، تظل عايش عمر مثل المحابس، وريدك تقتنع لو ما ادري شي يصير، قبل ياما كنا الخبز يابس، واهس للضحك ام بوقت ليل، على رضع الطفلها تريد واهس، اضحك لو الف ستين مطعون، جرس لا تصير بحلوق الكنائس، ونصحك لا تحب جنون يا صاح، الغير حسين بدله تصير عابس، دفك حزنك يا ليل وذبها الهدوم، شمالك دوم وجغراب لابس، شمالك دوم وجغراب لابس. الله عليك يا مصطفى. مصطفى بدي اسالك سؤال، منو من الشعراء دائما تسمع له؟ طبعا هم اكيد مو من جيلك يعني، من الكبار او الاوائل بالشعر، بس انا اسمع كل الشعراء حتى لا تاثر بشخص واحد، وقليل احفظ للشعراء حتى ما من اجي اكتب مميز، ما اقدر يعني ما اكتب مثلهم. اليوم انا اشوف يرافقك سجل، هذا السجل شو تدون به؟
كل شيء من 2016 قدام. لا ناخذها انا ديما هذا سجل. هذا يعني مثل التراث تترخ و انا بعتقدها اليوم حتى لا تاخذني اليها. زين مصطفى انت حكيت لنا على الحبيبه، حكيت لنا على الصديق، وحكيت لنا على التحرش، فلازم نسمع شيء للوطن، لان انتم الشعراء عندكم الوطن والام والاب. من عيون. فريد الوطن ايش كاتب له ويا ريت انه متغزل به. حقرا لك قصيده على الوطن. نعم. اراق تخيل ربك ليش وقت ترتاح؟ نعم. تعب وضيم وهموم وقهر شايل، ولا حلقه بقت باصبع شباب تبات، خذت نصهم الغربه ونصهم يقاتل، الشمس تاخذ اللون وسومرت شبان، مصطاح وسحك فوقاهم الباطل. وي كل الدول الموت عند حساب، بس صاحت الساس حسابهم واصل. الله. تنزف كل شبابك يا وطن للموت، تنزف كل شبابك يا وطن للموت، وشرب دمهم سياسي بالحرب ثامل، عراق وداعتك لو مو عزيزا ساك، وعوفك بس سو قلبي ما قابل، صغير انا صدق بس الهموم كبار، تهجير وخطف والموت متواصل، بكيف الريح يبقى الغصن عايش ليش؟ شما هب الهوى شفنا الشجر مايل، نقعد بالقهاوي ونحكي بالصحبان، ياهو اللي ينذكر نلقاه شخص راحل، نعيد بالمقابر يا وطن ما يصير، تقبل حتى اسكت انت ذا قابل، وطن لا تزعل من تعاتب انا وياك، احبك يا وطن يا شهم يا باسل، الشعب يخسر اولاده ويربح الدفان، الشعب يخسر اولاده ويربح الدفان، ويوميا نجم ويا قمر ذابل. سلامتكم. الله عليك. جسدت معاناة الشعب العراقي يا جماعة. واكيد يا مصطفى ويا ديما احنا مهما نكتب على العراق وعلى وطننا الجريح ما راح نوفيه وما راح نقدر نوصل المعاناة والاسى اللي مر بيه، وان شاء الله يا ربي انتم الجيل الواعد الطموح، جيل المستقبل اللي راح ينبني على ايدكم العراق ويكون بلد الخيرات وبلد الطاقات الشبابية المبدعة. نعم. وايضا انت برسالتك راح توصل كلام الاف الناس، الاف المعاناة، الاف صرخات للشهداء أو أهالي الشهداء والأرامل. زين يا مصطفى بعيدا عن كل هذا، أنت اليوم تحمل شعبية كبيرة واسعة، شنو سبب هاي الشعبية الواسعة؟ والله هي محبة الناس من الله. نعم. نعمة ومحبة الناس ولقاءاتك كثيرة أني أشوف. إيه بالمحطات دعوات يعني. نعم. أي. بسبب أنه موهبة ويدعموها إليك. زين شنو رسالتك للشاعرات؟ هواي شاعرات راسلوني شخصيا. رسالتك لهم ودعمك لهم يعني. أنا أي شخص يحتاج من عندي مو بس الشعرات. نعم. شعراء أيضا. ولا يهمك. أي يعني أي شخص يحتاج مني شيء يعني. زين قبل الختام إحنا نطمع كلماتك الجميلة ومفرداتك العذبة بقصيدة. أريد غزل. غزل. أي. يلا. بس الضحكين. لا يلا ضحك أول وتالي. ما دام كل الطرق تؤدي إلى روما، فكل الأنظار والأفكار تؤدي إلى ديما. الثقل حرف الراء انت بعيني، وانا يمش ضيعتها سنين. الله. يا احلي وكافي من هذا الغرور، مو تعبت في ديو بس حاكيني، قول احبك والله ما خسرت هواي، رايد بهذا الحكي تناغيني، انا صدق اختلف عن هاي الشباب، انا صدق اختلف عن هاي الشباب، انا لبستك حلقه بس حبيني. الله. يا احلي وكافي من هذا الغرور، مو تعبت في ديو بس حاكيني، عيونك ولاية هلي خايف اضيع، افديه واخلي عيونك بنص عيني، من رقبتك كل ضوى ماخذ له لون، من عسل شفتك بنيه سقيني. الله عليك. ما سكرت ويا الخمر لا مستحيل، اسكر انا ويا الرمش خليني. بسلامتك. اريد اقول لك فديوه لروحك يعني، انت قلت فديوه فدوه. فدوه الله عليك. الله عليك يا مصطفى. الله عليك مصطفى، كنت مبدع ويانا وكنت فعلا يعني الوقت ويانا حسينا بصراحه. والنجاح بمسيرتك الشعريه، وان شاء الله يا رب نشوفك شاعر عراقي عربي. ونلتقيك ان شاء الله بحلقاتنا القادمه، نخصص لك وقت اكثر حتى المشاهد واحنا نستمتع بكلماتك وعذوبتها. انا سعيد بتواجد معاكم، ممتن لك على هاي الدعوه، وشكرا لك استاذ حبيب الهاي. وكنا نخبل ثلاثتنا طبعا. لا اكيد احنا اليوم مغرورين. هلا هلا عيونك نورتنا يا مصطفى.